تكملة المحرك التأثيري. بأبسط ما يكون، كان في آخر المحاضرة المرة الماضية اتكلمنا عن الدائرة المكافأة. الدائرة المكافأة عبارة عن إيه؟ ننوه بيها تاني، عبارة عن الجزء العضو السارق الستيتور اللي هي الدائرة المكافأة، عبارة عن آر واحد قيمة المقاومة بتاعت الملفات البرايمري أو الستيتور، وإكس واحد الليكج ريأكتانس. مع الشباب ار و اكس ام، ار اي و اكس ام او ار نوت و اكس ام، دول اللي بيعبروا عن الربط المغناطيسي ما بين العضو الثابت والعضو الدوار بما فيها الصخر الهوائيه. ماشي. حيث ار تمثل لي المفاقيد الحديديه بالكامل، الايديكرنت لوس والهيستيريز لوس. اما اكس ام اللي تمثل لي الربط المغناطيسي ما بين ملفات العضو الثابت وملفات العضو الدوار. العضو الدوار عباره عن ار 2 داش منسوبه للعضو الثابت، واكس 2 داش دول اللي بيمثلوا الملفات العضو الدوار كمقاومه وريأكتنس، بينما اللي بيمثل الحمل الميكانيكي على المحرك هو ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس. هي كان بعد يعني ديت وصلنا لها اخر المحاضره الماضيه. ماشي يا شباب. النهارده بقى عايزين نتكلم عن ايه؟ المفاقيد داخل الاله عشان نوصل للكفاءه. بابسط ما يكون ايه هي المفاقيد اللي عندنا؟ اول حاجه عندي ستيتور روس، وعندي روتور روس، وعندي مفاقيد ميكانيكيه فريكشن ويند لوس. ماشي يا شباب. اول حاجه الستيتور لوس عباره عن اللي هو الجزء ده اهو، الستيتور كده اللي هو ده، عباره عن مفاقيد نحاسيه في ملفات العضو الثابت اللي هو عباره عن اي تربيع في ار واحد، وحيث الاندستري فيز ده ربطه في ثلاثه، لان الدائره دي المكافاه للفيزا الواحده. خلاص يا شباب. يبقى اي واحد تربيع في ار واحد تديني المفاقيد النحاسيه للفيزا الواحده، اضربها في ثلاثه يديني المفاقيد النحاسيه لمين؟ للمحرك بالكامل كستيتور مقاومه نحاسيه. الجزء الثاني عندي مفاقيد حديديه في الحديد، وعباره عن اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هي الايدي كارنت لوس والهيستيريز لوس. ماشي يا شباب. مجموع الاثنين دول يديني المفاقيد الحديديه اللي موجوده فين؟ في العضو الثابت، حيث فريكوانسي العضو الثابت هو فريكوانسي بتاع الشبكه اللي هو 50 هرتز، لان الاثنين مفاقيد حديديه والمغناطيسيه الحديديه بالكامل يعني اللي هي الهيستيريز لوس والتخلفيه اللي هي التخلفيه المغناطيسيه والمفاقيد التيارات الاثاريه او الدواميه اللي هي الايدي كارنت لوس. الاثنين دول بيعتمدوا على اثنين فانكشن مهمين قوي، كثافه الفيض المغناطيسي بي ام وايه؟ فريكونسي. فلابد اعرف الفريكونسي وكثافه الفيض المغناطيسي. هنجد في العضو الثابت الفريكونسي والفلاكس دينستي اللي هي دي ماكسيمم هم بتوع الاله ومتغذين من السبلاي موجودين بالكامل، عشان لما نروح لعضو الدوار دلوقتي هنبقى في كام تاني. نروح للعضو الدوار ده، المفاقيد النحاسيه في العضو الدوار اهي اي 2 تربيع في ار 2 او اي 2 داش تربيع في ار 2 داش. الباور لا تنسب، الباور لا تنسب. ماشي. يعني الباور لما اشوفها منسوب العضو الثابت او منسوب العضو الدوار هي هي. ها الشباب. فيبقى اي 1 تربيع، سوري اي 2 تربيع في ار 2 هي نفسها اي 2 داش تربيع في ار 2 داش، يبقى مفاقيد ايه؟ واضربها في ثلاثه عشان اجيب ستري فيز. دي في المفاقيد النحاسيه اللي هنا. ماشي؟ طب المفاقيد الحديديه في العضو الدوار زي هنا. فريكونسي العضو الدوار عند بدء الحركه بيبقى نفس فريكونسي الشبكه. بس ده بيبقى ايه؟ لحظيا. وبعد كده فريكونسي بينزل ليه؟ بدل 50 يطلع 4% 5% 2%، فبتقل قوي. وبناء عليه بحمل المفاقيد الحديديه بشقيها اللي هي
الايرلس ار نيجليبل مهمله. ليه؟ لان اللي في الكون في بتاع العضو دوار صغير جدا فبهملهم. ليه؟ طب ما عملتهاش ليه في العضو دوار؟ لان في الكون سي والكثافه الفيض المغناطيسي للعضو الثابت ما فكانش اشتركه في 50 هرتز غير 2 من 100 2 من 100 هرتز او 400 ما شباب تفرق فرق كبير. ولذلك ده سؤال دايما مهم قوي في الحياه العمليه، المفاقيد الحديديه بتاعت العضو الدوار مهمله لان التردد ايه؟ صغير جدا. مع شباب ديت الجزئيه. طب المفاقيد لاحتكاك الهواء، شيء طبيعي العضو الدوار بيدور على كراسي المحور والمنبل فلابد يكون في ايه؟ الهواء مضاد للحركه، فدولت لابد ايه؟ مفاقيد بنسميها الميكانيكال لوس او الفريكشن ويند لوس، يا اما بنسميها الميكانيكال لوسز او البي فريكشن ويند لوس. حد ليه سؤال في السلايد دي؟ حد ليه اي سؤال؟ نيجي نشوف الباور فلو ببساطه جدا. الباور بتدخل من العضو الثابت عباره عن ايه؟ او واحد في واحد كوزين الزاويه لان ده اي سي مع شباب، دي الباور انبوت. هيضيع منها جزء في مفاقيد نحاسيه بتاعت الار واحد، وفي مفاقيد حديديه للستيتور. الاثنين دول مع بعض اللي هم المفاقيد النحاسيه في ار ومفاقيد الحديديه في الار لوب، مجموع الاثنين دول يديني مفاقيد العضو الثابت بالكامل. يبقى الستيتور كبرلس مع الستيتور كورلس او الايرلس، الاثنين دول بسميهم الستيتور لوسز. مع شباب الباور انبوت ناقص البيستيتور لوس هيديني الباور المنقوله من العضو الثابت الى العضو الدوار. بسمي الباور دي ممكن اسميها بجاب، في بعض الكتب بتسميها بي 1 2 يعني المنقوله من العضو الواحد الى العضو الثاني، وفي كتب بتسميها بي ستيتور روتر لوس. فبي ستيتور روتر ترانسفير يعني الباور المنقوله بالعضو الثابت للعضو الدوار. يبقى بي جاب ديت اسمها الباور اللي هتروح من العضو الثابت راح العضو الدوار عشان المحرك يشتغل. الباور جاب دي ليها ثلاث اسماء زي ما قلت لك في الكتب، بي جاب او بي 1 2 او بي ستيتور روتر بي اس ار. خلاص كده واضحه؟ طب دول هيروحوا للعضو الدوار، هيضيع منها مفاقيد نحاسيه في العضو الدوار اللي هي اي 2 تربيع في ار 2 ماشي، ونضربها في ثلاث شهور تبقى للسيرفيس. طب في مفاقيد حديه؟ لا بنهملها. اشيل منها البي فليكشن ويند لوس من الباور دي هتديني البي شاف اللي هتظهر على عمود الدوران. فببساطه جدا يبقى هنا بي جاب هطرح منها البي كبرلوس هيديني البي ميكانيكال. البي ميكانيكال دي جوه الاله، القدره الميكانيكيه التورك في اوميجا يعني جوه الاله. اطرح منها فريكشن ويندج يديني البي شافت على عمود الدوران بره الاله. مع شباب الكفاءه ممكن تبقى حاجتين، لو دي موجوده عندي يبقى بي شافت على البي ان. طيب ما اعطينيش الفريكشن ويندج، بقول البي ميكانيكال على البي ان، الاثنين دي صح او دي صح. مع شباب حسب المعطيات او المطلوب عندك او الداتا الموجود عندك. واضحه؟ حد ليه سؤال هنا؟ التفاصيل بي انبوت والبي جاب والبي الكل كان ده عايزين نشوفه بيساوي ايه كمعادلات او قيم. ببساطه جدا عندي اهو الباور فلو نفس الرسمه، وهو اهو الدايره انا رسمها صغيره جدا عشان نرجع ليها لان هي دي الاصل. مع شباب اول حاجه الباور الداخله هنا عباره عن ايه؟ الفي فيز الجهد السبلاي في الار اللي بيمر هناك اي واحد في كوزاين سيتا واحد معامل القدره بتاع المحرك بالكامل اضرب في ثلاثه عشان يبقى سي فيز ديت الباور انبوت اهي. خلاص يا شباب في ليها اي سؤال؟ هطرح منها الستيتور كبرلس زائد المفاقيد الحديديه الاثنين دول
ادي الستيتور كابرلوس عباره عن ايه؟ الواحد تربيه فار واحد. دي البيستيتور كابرلوس. اطرح منها البيستيتور كور اللي هو المفاقيد ايه؟ الحديديه اللي هو الفريكش الايديكارت لوس والهيستريز لوس، المفاقيد الحديديه اللي هي تمثل مين؟ ارنوت اللي فوق اللي هو الفرع اللي على التوازن. اطرح الاثنين دول من البور انبوت هيديني البي جاب المنقوع من العضو الثابت لعضو الدوار. جبت من هنا البي جاب. البي جاب بتساوي ايه؟ هساوي 3 اي 2 تربيع في ار 2 على اس. يعني لما نيجي نبص هنا كده انا كاتب هناك فوق ار 2 وهنا التورك ميكانيكي اللود الميكانيكي ار 2 في 1 ناقص اس على اس. اجمع الاثنين دول اللي هم نحاس هيديني عباره عن ار 2 على اس. يا اما تبها اي 2 تربيع في ار 2 على اس او اي 2 داش تربيع في ار 2 داش على اس. دي صح ودي صح زي ما قلنا الباور لا تنسب. ماشي يا شباب؟ جبنا هنا البي جاب. البي جاب ديت هتتفرع ليه؟ لجزئين. البي جاب هتديني البي ميكانيكال والبي كبر 2. بي ميكانيكال والبي كبر 2. اجيب البي جاب يساوي البي ميكانيكال بي كبر 2. البي كبر 2 تساوي ايه؟ 3 اي 2 تربيع في ار 2 او 3 في اي 2 داش تربيع في ار 2 داش. سيان. ماشي يا شباب؟ طب البي ميكانيكال اللي هتضيع في اللود اللي بره ده. اللي هتروح للود اللي هو يعني بالمعنى الصح الحركه التورك في اوميجا اللي هتظهر في الاله. البار خارجه. عباره عن 3 اي 2 داش تربيع في ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس. اللي هو مثلناه بمقاومه الخارجيه كانه محول يعني. جبنا دي خلاص البي ميكانيكال. الاصول اجيب البي اوت اللي هتخرج اللي بنسميها البي شافت. البي شافت عشان ما حدش يقول والله ان احنا ما نعرفش البي شافت ده انت كنت كاتبها لنا بي اوت. البي اوت دي هي البي شافت اللي هتظهر على عمود الدوران خارج المحرك. ماشي يا شباب؟ البي شافت هتساوي ايه؟ هتساوي البي ميكانيكال ناقص البي فريكشن وينج. ديت الفريكشن وينج دي ممكن نديها باسمها البي ميكانيكال لوس. نفرق بين ما بي ميكانيكال وبي ميكانيكال لوس. البي ميكانيكال الباور اللي اتحولت من كهرباء الى ميكانيكا. الباور اتحولت جوه الاله من كهرباء الى ميكانيكا البي ميكانيكال. هطرح منها البي ميكانيكال لوس اللي هو الفريكشن وينج لوس هيديني البي شافت. ماشي يا شباب؟ لو قسمنا طب عايز اجيب التورك اللي بيدور بيه العمود الدوران حاجه من الاثنين، يا اما اجيبه عن طريق البي جاب على اوميجا اس او اجيبه عن طريق البي ميكانيكال على اوميجا ار. على اوميجا ار. طب ايه هي اوميجا اس واوميجا ار؟ اوميجا اس هي مرتبطه بالفريكونسي بتاع السبلاي. اما اوميجا ار مرتبطه بالسرعه الحقيقيه بتاع العضو الدوار. وقلنا احنا العضو الدوار بيدور بسرعه قريبه من مين؟ من سرعه السنكروس سبيد. ماشي؟ ولذلك سميناها ايه؟ اس. ما ننساش النقطه دي. ايه العلاقه السرعه بتاع السنكروس سبيد باوميجا ار؟ 1 ناقص اس. زي ان ار بتساوي 1 ناقص اس في ان اس. ماشي يا شباب؟ العلاقه ما بين اوميجا ار واوميجا اس. وهو نفس العلاقه هتلاقي ما بين بي جاب والبي ميكانيكال احنا بنستنتجها دلوقتي. هتجد فيها انا 1 ناقص اس. ماشي يا شباب؟ طب الافشنسي البي خارج على البي داخل. الباور خارجه على الباور داخل. وانت بتحل المساله تراي انت بتحل بتجيب الدائره المكافاه لمين؟ للسنجل فيس. ولكن لما بتيجي تكتب القوانين بتضرب في ثلاثه لبعض الحاجات. هتجد هنا المفاقيد الحديديه دي مش مضروبه في ثلاثه لانها للاله بالكامل. الفريكشن ويندوز لوس فين؟ ها؟ هنا ديت بيعطيها للمحرك بالكامل ما بضربهاش في ثلاثه. اما الباقي كل المرسوم بيرفيز بضربه في ثلاثه عشان بجيب للمحرك بالكامل. واضح يا شباب؟ الاخطاء الفنيه البسيطه اللي بتحصل مننا عم. ده كده الباور فلو داخل الاله وقيم كل ايه؟ طيب هنا
ده اسباب بنهتم بيه شويه. الاسباب ده بنهتم بيه شويه. ايه العلاقه؟ احنا دلوقتي الباور بتاعت من العضو السابق للعضو الدوار بسميها بيجوال. جزء منها راح للروتر كبرلوس وجزء منها طلع بالكارثه. في علاقه مهمه جدا وده مفتاحها للمسائل ما بين الثلاثه دول. اللي هو البي جاب الى البي كبر 2 اللي هي بي روتر اهي دي بيسموها بي كبر 2 برضه. بي روتر كبر لوس الى البي ميكانيكال. النسبه دي مرتبطه بالستيب ارتباط وثيق كنسبه 1 لاس لواحد ناقص اس. البيك عشان ما تنساش البي جاب هي الام اللي اتنقلت. البي كبر 2 بتاخد قيمه صغيره اللي هي قيمه اس من البي جاب. اما واحد ناقص اس واس احنا قلنا كام؟ 400 يعني 4% من البي جاب راحت بي كبر 2 والباقي ال 400 من الواحد بكام؟ 96% راحت بي ميكانيكال هتخرج بره. واضحه؟ عشان ما تغلطش في القانون وتنساه تروح تغير النسبه دي تجيب اس مكان واحد ناقص اس. الكتله الكبيره الباور الاصليه البي جاب راح فين؟ هتخرج من الاله اللي هتحولت من طاقه كهربيه او قدره كهربيه الى قدره ميكانيكيه اللي هي البي ميكانيكال. يبقى واحد ناقص اس من بي جاب يديني بي ميكانيكال. اس من بي جاب يديني بي كبر 2. ماشي بقى؟ عشان ما تنساهاش تبقى ايه؟ بقول لك وثيقه للحفظ يعني. فعلى سبيل المثال بيقول اثبت العلاقه دي موجوده. اثبت العلاقه ما بين البي جاب الى البي كبر 2 الى بي ميكانيكال كنسبه 1 لاس لواحد ناقص اس. الاثبات بوصله بسيط جدا انها برسم الدايره لازم ارسم الدايره. ده اهي واجيب البي كبر 2 بتساوي ايه؟ واجيب البي ميكانيكال بتساوي ايه؟ ماشي شباب؟ واقول البي جاب بتساوي البي ميكانيكال زائد البي كور البي كبر 2 اجمعهم واشوف بتساوي ايه؟ هجد ان الثلاثه البي جاب اللي كبر 2 كان نسبه اس البي ميكانيكال اللي كان نسبه 1 ناقص اس. اذا البي كبر 2 او البي روتر كبر هيساوي اس بي جاب. البي ميكانيكال هتساوي 1 ناقص اس بي جاب. اذا البي جاب الى بي كبر 2 الى بي ميكانيكال كان نسبه 1 الى اس الى 1 ناقص اس. ده بابسط ما يكون. ماشي شباب؟ واضحه؟ عايزين نشوف معادله التورك. احنا في المحركات يهمنا معادله التورك ولا علاقه التورك مع السرعه؟ علاقه التورك مع السرعه. ماشي يا شباب؟ انا كنت قلت لكم محاضرتين قبل كده وريتكم بعض السلايدز الخاصه بالمحركات. اوعى انسى المحرك الميكانيكي اللي في ذهنك والمتغلب على ذهنك. ساعه ما اقول لك محرك سرعته بتزيد مع الحمل، هل في محرك سرعته بتزيد مع الحمل؟ مفيش. لا انت درسته يا حبيبي في الدي سي ماشين. المحرك لما يكون ديفرنشال موتور السرعه بتاعته بتزيد، كل ما زود الحمل السرعه بتاعته بتزيد. طب المحرك اللي سرعته ثابته يكاد تكون سرعته ثابته او ثابته 100% السنكروس موتور. طب ثابته بس بتقل حاجات بسيطه قوي يعني الشانت موتور الشانت في الدي سي. ماشي؟ طب سرعته بتغير بسرعه السيريز موتور. الخلاص دي لازم تكون في ذهن الواحد اللي هم انت درستهم فين؟ في الدي سي ماشين. ماشي شباب؟ بالنسبه للاندكشن ده اللي عايزين نجيبه. ايه علاقه التورك بالسرعه او بالمعنى الصح بالسليب؟ ما السليب هي السرعه. ماشي؟ عكس بعض الاثنين يعني. فهنشوف الكلام ده. اول حاجه ادي الدايره المكافاه اهي بتاعت سنجل فيز واجيب التورك هيساوي ايه؟ البي جاب على اوميجا اس. بي جاب اللي هي الباور المنقوله من عضو السابق لعضو الدوار مقسومه على السنكروس سبيد اوميجا اس. طيب هتساوي البي جاب بتساوي ايه؟ 3 بالثري فيز اي 2 تربيع في ار 2 على اس او اي 2 داش تربيع في ار 2 داش على اس سي ار. طب اي 2 بيساوي ايه؟ القوه الدفاع الكهربائي المتولده في العضو الدوار اللي هي اس اي 2 على ار 2 زائد اس اكس 2. ديت قيمه القوه الدفاع الكهربيه المنشوره في العضو الدوار بدون ما انسب.
بدون ما انسب. يعني ليه؟ زي ما هو العضو الدوار سكندري سايد يعني ماشي يا شباب، اللي هي هنا كان ار 2 على اس وهنا اكس 2 وهنا اي 2، فقسمنا ضربنا في اس بكله يبقى اس اي 2 ار 2 اس اكس 2. القيمه دي هنجيب التيار اللي هنا في الدايره اهو. طب الباور الخارجه التورك زاوية هنعوض عن البي جاب وهنعوض عن اي 2، هنعوض هنا بالكامل هيطلع لي معادله فانكشن في ار 2 واكس 2 واس. ماشي يا شباب؟ واضحه كده؟ بمعنى القوه الدفاع الكهربي المتولده في العضو الدوار والامبيدنس بتاعت العضو الدوار اللي هي ار 2 واكس 2. في حاجه ثانيه؟ ها؟ مش كده. الكي ديت اللي هي 3 على اوميجا اس، اوميجا اس احنا عرفناها 2 باي ام اس. خلاص. ماشي يا شباب؟ ده التورك. هنبدا التورك ده فانكشن في ايه؟ بيلعب دور كبير ار 2 واكس 2. ار 2 واكس 2 في محاضره كنا اديناها في الديب بارز او دبل كيج عشان اغير في العزم واتحكم فيه. ماشي يا شباب؟ فار 2 واكس 2 ديت بتلعب دور كبير جدا. هقسم بسط وبقام على اكس 2، هقسم بسط وبقام على اكس 2 اهي. ماشي يا شباب؟ هنا اس تربيع. هقول ار 2 على اكس 2 هسميها بالفا، ار 2 على اكس 2 هسميها بالفا. ماشي يا شباب؟ رمز. فالمعادله ببساطه جدا هيديني قيمه ثابته اهي، ها؟ في اس الفا على اس تربيع زائد الفا تربيع. ماشي يا شباب؟ حيث الكي تي ده اهو، القيمه دي كلها هيسميها كي تي اللي هو ثابت العزم. ثابت العزم بتاع المحرك اللي هو كده هيساوي 3 في الاي 2 تربيع على اوميجا اكس 2. ماشي يا شباب؟ واحد هيقول لي يا دكتور هو مش اكس 2 فاشل في الفريكونسي؟ يقول لي الفريكونسي فاشل في السليب؟ ما احنا خدنا التاثير بتاعهم في السليب بعد. خلاص؟ السليب ده هو التاثير، يعني اكس 2 اللي في المعادله هي هتستاند ستيل اللي هو عندي في الفريكونسي اوميجا اس. خلاص؟ الاكس ده عند اوميجا اس يعني 2 باي اف اس في ال. ماشي يا شباب؟ هنقول التورك فانكشن في اس الفا على اس تربيع زائد الفا تربيع، ده القانون. وكده كده معامل العزم اهو. ماشي يا شباب؟ طب عايزين نفهم بقى العلاقه دي، ايه العلاقه؟ زي ما احنا خدنا في الدي سي قبل كده، لما ازود العزم هيحصل ايه؟ السرعه هيحصل لها ايه؟ العلاقه ما بين التورك والسبيد. التورك والسبيد اللي درسناه في سنه ثانيه او في الدي سي ماشين. السبيد هنا عكس السليب، فهقول ايه؟ العلاقه ما بين التورك والسليب اللي هي اس، ايه العلاقه ما بينهم؟ بنركز فيها كويس قوي عشان نكون فاهمين ايه؟ المحرك. ادي القانون اهو اللي احنا كتبناه، التورك يساوي ثابت وحطينا القيم وحطينا بالفا وطلعنا القانون الاخر اللي هو دوت. سوري اللي هو دوت. طيب اللي هو دوت. خلاص؟ عند الستارتنج عايزين ندرس القانون ده في الحاله العامه. عند الستارتنج السليب بيساوي ايه؟ واحد، حط اسم واحد. ماشي يا شباب؟ هتطلع لي كده اهي. سواء من المعادله دي كده او من المعادله دي كده. المعادلتين عندك اهم موجودين. ماشي؟ يبقى فانكشن في مين؟ في الفا، والفا ايه هي؟ ار 2 على اكس 2 او ار 2 داش على اكس 2 داش. واكس هنا ات ستاند ستيل اللي هي الفريكونسي بتاعها فريكونسي بتاع الصبلان. ماشي يا شباب؟ الاندكشن ماشين يبقى على ببساطه كده ات ستارت البرانسر بتاعت الروتر الار 2 واكس 2 هم اللي بيأثروا في الستارتنج. يعني بالمعنى الصح لو غيرت في ار 2 هغير في قيمه التورك ستارتنج، وغيرت في ار 2 هغير الاكس مش هتحكم فيها خلاص، الاكس دي عباره عن الليكج جوه. اما ار 2 سهل اغيرها، يعني بدل ما احط البراد نحاس احط المونيا، قيمه المقاومه بتاعت النحاس غير قيمه المقاومه بتاعت الالمونيا. لا ده
ممكن في السليب ويل كنا بناخد ثلاث حلقات انزلاق واحط مقاومات مضافه على الدوار، اخلي بيدي الحركه ايه كبير واتحكم في السرعه المختلفه. بالتحكم فين؟ في مقاومه العود الدوار بالزياده او بالنقصان. ماشي يا شباب؟ فمن هنا اتحكم في السرعه. يبقى بيعتمد على ار 2 واكس 2، اكس 2 دي ما اقدرش العب فيها ابدا. طب اكس 2 ديت عند الستاند ستيل قيمه كبيره بالنسبه لار 2. يعني القيمه ديت عند بدء الحركه القيمه دي كبيره بالنسبه لديت. بقى يا شباب فممكن نقول الستارتنج بيكون صغير جدا. بيكون قيمه الستارتنج صغيره. طب انا عايز اكبرها. لو ضفت ار 2 كبرت ار 2 هاخد الستارتنج ايه؟ التورك بتاعه يكبر. ايه كمان بالنسبه للاندكشن؟ ان انا اضيف مقاومه ادخلها واتحكم فيها عشان اتحكم في مين؟ في سرعه المحرك. في اتحكم في سرعه المحرك. في نوع مين؟ في السليب رينج. اما السكوير كيج ما اقدرش اتحكم فيه الا ان انا اعمل ايه؟ ديب بار او دبل كيس. مع شباب الكلام ده اللي احنا قلناه في الاول. اخر حاجه اللي هو قلناها دي خلاص ان احنا نعمل ديب بار او التورك سليب كاركترستيك. ادي التورك معدل التورك عندي عايز ارسمها واشوف الخواص بتاعتها. ايه معنى الخواص بتاعت المحرك كتورك سبيد؟ يعني هاجي التالي بتاع هندسه الخواص بتاعته في قسم ميكانيكا زي قسم كهرباء زي قسم مدني زي قسم عماره تابع الشغل بتاعك بيطبع على تصرفاتك. ماشي؟ هتجد انك ايه معاملتك ناشفه شويه وجافه بتاع ميكانيكا وهارد وركر يعني. ماشي؟ لو انتوا كده يعني الله اعلم حسب الظروف. اما بتاع الثاني بيستعمل ايه؟ طوب وزلط ورمل ومش اسمنت وحديد والكلام ده هتيجي معاملته ايه؟ اجف اكتر. ماشي؟ الطوب كهرباء واتصالات، كهرباء بتتعامل مع امبيرات كبيره. ماشي؟ زي قريب جدا من الميكانيكا. اما بتاع الاتصالات بتاع الايه؟ لعب اطفال. اللي هو ايه؟ التيار عمره ما بيزيد عن 1 امبير. التيارات عندنا بالمئات بل بالالاف. ماشي بقى؟ يعني على سبيل المثال يوم ما احنا بنتكلم عن التكييف بنتكلم عن سبليت يونتس ويندو باكج اقصى حاجه. اما الشيلر لا ده تخصص ميكانيكا اللي هيتعامل بايه؟ بوايد رينج كبير جدا. ماشي بقى؟ يبقى دوري انا كمهندس كهرباء اديك كهرباء بس. اما اخش في التكييف المركزي وتفاصيله الممله دي صعبه بالنسبه لمهندس كهرباء. والعكس بالنسبه للمهندس الميكانيكي بالنسبه للكهرباء. انا يوفر لك كهرباء انت توفر لي الحاجات الخاصه الدراسه الخاصه بالتكييف بالكامل الموقع المكان اتجاه الشرقي غربي شمالي جنوبي شويه حاجات كده دراسات بتدرس طبيعه البيئه للمكان عشان تدرس التكييف. فاحنا عايزين ندرس الخواص العزم المحرك ده مع السرعه اللي هو التورك سليب كاركترستيك. بنسميه التورك سليب كاركترستيك اللي هي المعادله اهي. ماشي يا شباب؟ في الاول اول حاجه هنا لو احنا قريبين جدا من السرعه السنكرونس سبيد من سرعه السنكرونس سبيد هنجد ايه؟ ان السليب قيمته 5% 4% 2% 3% قيمه صغيره جدا. فهعمل السليب بالنسبه للالفا. هعمل السليب بالنسبه للالفا هيديني المعادله دي. طب التورك بتاع السليب يديني ايه؟ خط مستقيم ميله القيمه اللي قدام ده. يبقى في الريجن قريبه جدا من سرعه اللاحم كاني مش محمل. فالسرعه بتاعه ايه؟ شوف الخط ايه؟ مستقيم. ماشي؟ العلاقه بتاعتها ايه؟ واضحه؟ طيب لما يكون السرعه تقل بقى مش قريبه من السنكرونس سبيد السليب بيزيد. فالسليب اللي بيزيد تبقى الفا اصغر من الاس. فالتورك هيتناسب عكسيا مع اس. هنا كان يتناسب ايه؟ طرديا. هنا يتناسب ايه؟ عكسيا. المنطقه ديت اللي هي فيها بتديني شكل هايبرولا.
يعني شكل ايه؟ طالع برابلة كده. تناسب عكسي. ما يا شباب؟ عايز اجمع دول. الحالتين دول. يبقى قريب من الكروس بين اس بتساوي قريب من الصفر بيديني خط مستقيم. اس قريبة من الواحد بيديني برابلة. ما يا شباب؟ طيب عندي الستارتنج. عندي الستارتنج اس بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. ماشي يا شباب؟ فاحط لما احط اس بتساوي واحد هطلع التورك الستارتنج بيساوي كام؟ طب متى يحدث ماكسيمم تورك؟ لو حطيت اس بتساوي الفا. لو حطيت اس بتساوي الفا هيعطيني ماكسيمم تورك. ماشي؟ نشوف الكلام اللي بنتكلم عليه ده وبيبقى معتمد على الفا. نبص للشكل ده كويس قوي. ماشي يا شباب؟ المحور الافقي سليب. السرعه العكس. ماشي يا شباب؟ السليب بيطلع كده بيزيد. السرعه هي تساوي ايه؟ صفر. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي نبص. ار 2 واكس 2، احنا قلنا ار 2 على اكس 2 تساوي ايه؟ ها؟ الفا، صح كده؟ في البداية هنا التورك خط مستقيم اهو. عند السرعات ايه؟ عند السليبات ايه؟ القليلة جدا، السليب هنا قليل جدا. السليب هنا قليل جدا، 2%، 4% في الحتة دي. السرعة فين؟ التورك هنا اهو. السرعة عكس ده. السرعة هنا تبقى ان اس. القيمة دي وسليب تبقى ان اس بتساوي كام؟ العلاقة اللي هنعظمها. ان ار هتساوي واحد ناقص اس في ان اس. ببساطة اس هنا بكام؟ اس هنا بكام؟ بصفر. يبقى السرعة كام بتاعت الروتر؟ ان اس. ومستحيل يشتغل على عند المحرك. خلاص؟ بيبقى قريب جدا هنا. بيبتدي هنا. السرعة هنا كام؟ صفر. السرعة بتاعت الهبوط دوار صفر. ان اس بكام هنا؟ هي ثابتة. ان اس ثابتة. ماشي يا شباب؟ فالمحرك اللي الفا بتاعته تكون 1/10 الماكسيموم بتحدث عند سليب عند 1/10. دي طب الفا ب 2/10 اللي هي ار 2 على اكس 2 هنجد الستارتنج بتاعه زاد بسبب ايه؟ ان ار 2 زاد اكس 2 ثابته. ار 2 هنا اصغر، هنا اكبر، هنا اكبر وهكذا. زادت هنجد ايه؟ الماكسيمم تورك يا شباب فين؟ عند الفا ايه؟ الفا ايه؟ اللي هي بتساوي السليب ده. ولذلك قلنا عند الماكسيمم تورك اس بتساوي ايه؟ بتساوي الفا. عند الماكسيمم تور لاي منحنى هقول المنحنى ده للمحرك الاولاني. جيت على المحرك الاولاني زودت المقاومه بتاعته بحيث اصبحت ده. ماشي؟ فيبقى خلاص فين نقطه التشغيل؟ هنا اهي في الحته دي. دي التشغيل المحرك. يعني لو خدت خط كده هقول ده بيشتغل عند عزم كذا او ده بعزم كذا او ده بالعزم كذا. ماشي؟ والسرعات بتاعتهم اهي. ماشي يا شباب؟ على حسب ايه؟ اس اللي عندي. التورك سليب كاركترستيك في قريب جدا من سيركوس بي خط مستقيم اهو. التورك بيتناسب مع اس. طيب فعند اس لما تكون كبيره قريبه من الواحد بيبقى ايه؟ برابله. تجد ايه؟ نازل كيرف منحنى كده اهو. ماشي يا شباب؟ ده بناء على خواص المحرك من الناحيه التصميميه او من ناحيه التاثير العرض. ممكن في السليب رينج بتحكم فيه. السكوير كيرف قلنا التحكم فيه صعب الا في تصميمه فقط. الا في تصميمه فقط. ماشي يا شباب؟ حد ليه سؤال في تورك سليب كاركترستكس ده؟ ها؟ طيب ايه علاقه التورك في اللود والتورك ماكس رام؟ التورك في اللود احنا جبناه هتبقى فانكشن في السليب في اللود. ماشي يا شباب؟ اللي قدامنا اهي. طب التورك ماكس رام؟ ها؟
قلنا عند السليب اللي يحدث عنده الماكسيمم تورك اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو يساوي الفا. ماشي بقى؟ اس ماكسيمم ده اللي هي ار 2 على اكس 2. بينما في الحاله العامه، في الحاله العامه اس خلاص 2 من 10 4 من 10 6 من 10 5 من 10. نص بيوصل من 100 يعني 2 من 100 5 من 100 4 من 100 عشان اوصل لنص او 7 من 10 يبقى السرعه بطيئه جدا 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 وممكن المحرك يقف. ماشي بقى؟ فهنا ادي التورك في اللود فانشن في مين؟ التورك في اللود فانشن في السليب بتاع في اللود. هعمل اكون من المعادلتين دول التورك في اللود اهو، اشيل ار 2 واحطها اهي ار 2 اس ماكسيم اكس 2 احطها اهي، والتورك ماكسيم نفس القيمه. هقول التورك في اللود على التورك ماكسيم هتساوي 2 اس في اللود في اس ماكسيمم اللي هي الالفا على اس تربيع في الفا تربيع. ماشي يا شباب؟ الاس اللي بيحدث عند الماكسيمم افشنسي قلنا هو ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ الفا. ماشي يا شباب؟ يعني ممكن تشيل اس ات ماكسيمم تورك وتكتبها الفا. هتديني المعادله في الاخر تورك التورك في اللود على التورك ماكسيمم 2 اس الفا على اس في اللود. اس في اللود على الفا. هي هي. ماشي يا شباب؟ واضحه؟ حد ليه اي سؤال هنا؟ انجل ستارتنج. لما اقارن التورك ستارتنج بالتورك في اللود حط سبيه. واحد. ماشي؟ هو الفانكشن في مين؟ اس ماكسيمم بس. واضح كده؟ عشان لما نيجي نقارن اي تورك بتورك لابد يكون عندي السليب بتاع التورك شكله ايه. كده تقريبا المحاضره خلصت. حد ليه سؤال في الصباره ده؟ الاثبات ده مطلوب. الاثبات ده مطلوب عباره عن ايه؟ زي ما احنا جبنا التورك في اللود على التورك ماكسيمم او التورك ستارتنج على التورك ماكسيمم، انا عايز اي 2 ستارتنج على اي 2 في اللود بيساوي كده. هتجد الستارتنج لو عوضنا بالقيم تيار الستارتنج بتاع الاول ده تيار كبير جدا بالنسبه لتيار الفلور. بمعنى يعني لو عند الفلور المحرك بيسحب 70 100 امبير، عند الستارتنج هتلاقيه يوصل 7 8 مرات بالتيار الفلور. ماشي؟ وده بيدور في والتيار ده بيمر من العضو الثابت ويروح لعضو الدوار بيسخن ملفات العضو الدوار بصوره لا تتخيلها، فلابد اراعي النقطه دي. النقطه الثانيه التيار عند الماكسيمم تيار الى التيار في اللود يطلع الورقه دي، وده المطلوب ان شاء الله. حد له سؤال؟ ها؟ اتفضل. خلاص يا افلام.